بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. المساكنة بالعربي كده، المساكنة، اتنين يعيشوا مع بعض في نفس البيت في نفس المكان، بينهم اربع حيطان والبيبان والشبابيك والبلكونات مقفولة، ويقول لك حلال في ايه؟ ادينا هنشوف، وهل يجوز القانون فيه ولا لا. بقول لكم على حاجه، اقسم بالله العظيم ما انا اللي قايل الكلام ده. الفنان القدير محمد عطيه اثار الجدل خلال الساعات الماضيه في كل برامج التلفزيون، وقال المساكنه ضروره، المساكنه الرجل والمراه دون زواج. قولولها تاني، دون زواج. منى جلال قالت على المساكنه وردت عليها، قالت له يا جماعه انا بقالي فتره بقرا عن موضوع مهم جدا عايز اكلمكم فيه، هو موضوع المساكنه. هي طبعا بترد، قالت مساكنه ايه وازاي؟ زي يعني نقعد انا وهو مع بعضينا نعرف طباع بعض من غير ما نتجوز ونعمل كل حاجه مع بعضينا؟ اليسا الفنانه اليسا قالت بعلن دعم الكامل للانجاب دون زواج، وحطت شرط كده بترمي سمك في الميه، حطت شرط وقالت ان لازم الاب يعترف بمين؟ بالابن المولود. الفنانه اللبنانيه طبعا مايا دياب، وما ادراك مايا دياب، فنانه قديره، اعلنت ان هي تطبق فكره المساكنه وعايزاها وتريدها وهتعملها. احنا دلوقتي مع المستشار، معالي المستشار وائل ابو شوشه، اللي هيشرح لنا ويقول لنا وبيفجر قبل اي حاجه، بيفجر مفاجاه خطيره عن المساكنه. ازاي المساكنه قانونيه؟ ده السؤال. اسمح لي اسالك، ازاي المساكنه قانونيه؟ هو اولا تلاعب الالفاظ اصبح وسيله النهارده بيتلاعب بها كثير من يعني العامه وكثير من الناس اللي هم المثقفين ومدعين الفن. ايوه. فالنهارده الفنانين للاسف متشافين والفنانات متشافات. فاصبح كلامهم بيظهر في السوشيال ميديا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بظاهره وبطريقه سريعه جدا. المساكنه لفظ حسن. حسن؟ حسن. حسن ازاي؟ لان المساكنه هي السكينه. لكن استخدمناها للاسف الشديد الاستخدام الخاطئ السيء. ازاي؟ لما نقول المساكنه ان راجل وامراه يجلسوا في مكان، واخد بال حضرتك، ويتفقوا على المعاشره الجنسيه، وكل منهم يفضي الى الاخر بالاتفاق في مكان، واخد بال حضرتك، ويتفقوا على عدم الانجاب، ده احنا كده بنقول هذه دعاره مقنعه. مش ده زنا؟ ده زنا واضح. امال ايه بقى اللي مساكنه؟ امال انت اللي بتقوله بقى؟ لا انا بتكلم على اللفظ. المساكنه حلال. المساكنه لفظ هو جاي من السكينه. خلي بال حضرتك، احنا بنتكلم عن موضوع اسمه المساكنه. ما انا هقول لحضرتك، ما انا معاك. اتفضل. امتى تصبح المساكنه حلال؟ متى إيه تصبح المساكنه حلال؟ اصل هي الفاظ. اذا كان الميثاق الغليظ اللي ربنا قال عليه في كتابه الكريم اصبح معلن. يعني ازاي؟ لا وضح لنا. اقول لحضرتك، اعلنوا ده، خلي بال حضرتك، اشهروه، اتفقوا على الانجاب، وثقوا هذا، انتقل لفظ المساكنه الى لفظ الزواج الصحيح، اصبح زواجا صحيحا. ليه؟ هم كانوا كلمه المساكنه هنا بيداروا وراها، عايزين يقولوا ايه؟ كل منهم يفضي الى الاخر في مكان مغلق بالاتفاق، والاتفاق على عدم الانجاب. طب امال هو ربنا سبحانه وتعالى شرع لينا الزواج ليه؟ عشان الذريه، وعشان ننتج، وعشان يبقى في مجتمع، وعشان يبقى في اولاد واطفال. طب انا النهارده بظلم ليه الاطفال اللي جايين لو كان هذا الزواج غير موثق؟ واخد بال حضرتك، النهارده هذه دعوه للفحش ودعوه للبذاءه. يعني انت مع المساكنه ولا ضدها؟ ما انا بقول لحضرتك طبعا ضدها. ضد المساكنه اللي بيقول عليها محمد افندي عطيه والاخت اليسا. المساكنه الحلال هي ان انت تبقى متفق انت واللي هتتجوزها، واخد بال حضرتك، لفظ المساكنه ده موجود داخل الزواج، لان هو السكينه. الاتفاق على السكينه. واخد بال حضرتك، لكن لابد ان يكون معلنا. يعني زواج قدام الناس. هو النهارده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، حد يقدر ينكر ان اشهار الزواج هو اهم شيء في الزواج؟ لا احد ينكر. الزواج اشهار، شهاده شهود، اعلان.
الاتفاق على عدم الانجاب ده مخالف لشرط الزواج. ما ينفعش. ازاي ما ينفعش؟ ما يقدرش حد على وجه بسيطه ان يتفق في عقد رسمي على عدم الانجاب فيما بينهم. ها اتفاق عرفي كده فيما بينهم مش وارد. واخد بال حضرتك؟ هي تقول لك انا بحافظ على جسمي وانا مش عارف مش عاوز اخلف اليومين دول وعاوز احافظ على شبابي ومش عارف. اللي تروح بتقول لك انا اجرت الرحم بتاعي واللي عملت مش عارف ايه بويضات كل يوم كل يوم تجميد بويضات كل يوم يطلعوا لنا بمشاهد غريبه. المفاجاه بقى يا استاذ هاني مفاجاه، هو النهارده ما حدش بيشوفك يا محمد يعطيه ليه في المسلسلات والافلام مثلا؟ هو فالح بس يقول لنا المساكنه حلال والمساكنه لا، ما قالش. بيقول لك المساكنه وهو عاوز يعمل مساكنه. يا عم هو هي ناقصاك يا محمد تقول لي مساكنه؟ تخلي الشباب اللي مش فاهم يفكر ان هو بيعمل حاجه حلال. طب المساكنه دي مش امر قانوني صح؟ طبعا امر مخالف للشريعه والقانون. النهارده لو جه ضابط الاداب هيقبض عليهم، هيوديهم في 60 دقيقه. اتقبض عليهم. أيوه. اتعمل لهم قضيه دعاره. ايوه يبقى المساكنه هي دعاره. المساكنه دعاره دعاره واضحه. ما فيهاش كلام. عقوبتها والنصوص العقوبه طبعا هي جنحه. خد بالك من 3 سنين والنفاذ والامر واضح في القانون العقوبات مفيش مشكله. لكن النهارده بنتحدث عن ايه بقى؟ بنتحدث ان هو ولا بيمثل ولا بيغني ولا شايفينه في اي حاجه. هو فالح يطلع يشير على الشباب عايزين نتكلم في حاجه اوضح من دي. ايه هي؟ احنا ليه ما بنقلدش الاجانب في الحاجات الكويسه؟ ليه ما بنقلدهمش في ان احنا نخلي شوارعنا نظيفه؟ ليه ما بنقلدهمش في كيفيه معامله الزوج لزوجته؟ ليه ما بنقلدهمش في معامله الزوجه لزوجها؟ أيوه. واحترام العلاقه بينهم والعشره. صحيح. لكن احنا فالحين نقلدهم. واخد بال حضرتك؟ للاسف لا، فيما هو بذيء. واخد بال حضرتك؟ النهارده ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الزواج في كتابه الكريم قال ايه؟ ميثاقا غليظا. يعني من اوثق العقود على وجه البسيطه هو عقد الزواج. خلاص. طيب واهم عقد ربنا سبحانه وتعالى شرعه في الكون كله هو عقد الايه؟ الزواج. الزواج. بالمناسبه لما تغيرت الضمائر ها بداوا في توثيق الزواج لغايه سنه 1931 كان توثيق الزواج يا استاذ هاني غير موثقا. ايوه. ولما تغيرت ضمائر البشريه وضمائر الناس واخد بال حضرتك اصبح واجبا بتوثيق الزواج. فالنهارده لما بنقول المساكنه الحلال هي المساكنه ما بين الزوج والزوجه مش ما بين واحد وواحده في الحرام. ايوه. ده شرعا حرام يعاقب عليه القانون وتعاقب عليه الشريعه الاسلاميه. طب يعني انت بتهاجم فنانين مصر بسبب انا بهاجم اي واحد قليل ادب. اي واحد يقل ادبه ويشرع ان هو يخلي الشباب يخرجوا عن النمط اللي ربنا شرعه يبقى ده قله ادب وده خروجه عن النص. صح. وخلي بال حضرتك لو هم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت جريمه موثقه. اذا تم تقديم بلاغ للسيد المستشار معالي النائب العام اصبح واجب العقاب. ليه؟ لان هم وثقوا هذه الحاله على وسائل التواصل الاجتماعي وخرجوا عن النمط الصحيح والحياه الصحيحه. بقى النهارده بدل ما نقول ساعدوا الشباب اللي مش لاقي يتجوز نروح نقول له اعمل مساكنه مع واحده في بيت حسبي الله. هترضاها على بنتك؟ هترضاها على اختك يا محمد يا عطيه؟ يا محمد يا عطيه هترضاها على على على, على والدتك؟ هترضاها على يا اليسا؟ هترضيها على بنتك لو عندك بنات؟ وافقت هي ومحمد هيرضوها؟ انا بسال سؤال واضح اهو، هيرضوها على اهاليهم؟ ايه الفرق بين الزواج العرفي والمساكنه؟ بص يا حضرتك، الزواج العرفي وهو لا احد ينكره برضه عشان نبقى واضحين قانونا. ليه؟ هو قانونا طبعا موجود للاسف هو موجود لان بيحدث وما زال يحدث وكل يوم بيحدث. بس الزواج العرفي يتفق مع الزواج الشرعي ويختلف في حاجه واحده بس، التوثيق. الزواج العرفي شهود. اشهار. ايوه. في اشهار وشهود واعلان وقد يكون الاب والام عارفين. واخد بالك؟ ولكن حاله دون التوثيق. لكن نقول ايه؟ نرجع نقول وجب التوثيق حتى يتم الاعتراف بالابن او الابنه
نتيجة هذا الزواج. اه لكن انا ردي رد واضح يا استاذ هاني على هؤلاء، ترضوا الكلام ده لاولادكم؟ الاجابة طبعا لا. ترضوا لبناتكم؟ ترضوا لاخواتكم؟ ترضوا لامهاتكم؟ لا. يبقى خلاص، يبقى بلاش قلة ادب، يبقى نحترم نفسينا وبلاش الدعوة للفحش والبزاءة والدعارة المقنعة. رسالتك للشباب اللي بتسمع وعايزة تنفذ. لا، هو كل شاب النهارده عاقل والشابات عاقلين، فيش واحده بنت محترمه ترضى لاهلها ان هي تبات مع واحد في مكان بدون زواج شرعي وبدون زواج رسمي. يبقى هي اهانت نفسها واهانت اهلها وضيعت حقها وضيعت حقها الشرعي. ضيعت حقها طبعا، ضاعت، اهملت نفسها. لكن تقول لي اروح اقعد انا واحده في مكان مغلق، خالفت كتاب ربنا وشريعته وخالفت القانون وخالفت كل الاعراف الصحيحه، واذا تم الامساك بهم هيتم العقاب. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك المساكنه حلال بهذه المساكنه هي السكينه، هي دي الحلال بقى، السكينه ما بين الزوجين هي دي المساكنه الحلال، مش المساكنه ما بين واحد وواحده. واخد بال حضرتك؟ قافلين على بابهم، قافلين نفسهم، قافلين الباب عليهم، واتفقوا على المعاشرة الجنسية، واتفقوا على عدم الإنجاب. كل ده مخالف للقانون والشريعة. للقانون الأول، للقانون، في حين مخالفته بيتم العقوبة بإيه؟ العقوبة طبعا جنح الدعارة مؤثمة، واخد بال حضرتك، وفيها حكم بالحبس والنفاذ والغرامة كمان. شكرا لحضرتك. انا اللي بشكر حضرتك، وربنا يهدي شبابنا وبناتنا ويسترها علينا ويحفظ مجتمعاتنا يا رب العالمين.